ومن المسائل أن على المسلم، وهذا شامل، أنه يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، لكن من ذهب إلى الصحراء فليحرص أكثر. هو يحرص الإنسان في كل مكان وفي كل زمان، لكن في الصحراء يحرص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم أتاه رجل فقال: لدغتني البارحة عقرب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. وجاء عند الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال: من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات فلدغته عقرب فإنها لن تضره.